السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايبين لكم فيديو جديد وتحدي النهاردة إن شاء الله هيكون تحدي الدونة للحرب. ويلا نبدأ. زي ما قلنا لكم في المقدمة اللي احنا تحدي التونة الحارة. فكرة التحدي ده عبارة عن ايه؟ هو تونة عند التونة وعند التونة، وهو عنده اللي هيخسر هو الاثنين، هو محضر لي عقاب وانا محضر لي عقاب، واللي يخسر هو اللي يكسب. خلاص انا حلاف كنت مضبوط عليك. الحمد لله. انت متخلف يا ابني. العقاب بتاعي يا محمد. لا مش قلم. لا مش القلم، مش القلم، فاكرين القلم اللي انا اوريه لكم دلوقتي. العقاب بتاعي يا محمد زي ما جامين زي ما شفتوا القلم اللي انا اديته له يعني. فيلا يا حمو، العقاب بتاعي يا حمو هتاكل الجلفيش اللي كان في التونه اللي هو ده. يا لهوي ده يا جماعة هتاكل الاثنين. لا انا هاكل واحد بس. اثنين؟ لا واحد. لا العقاب بتاعي اثنين. لا والله يا ابني العقاب بتاعي لا والله. لا ماليش دعوة. لا يا زين. لا يا حبيبي انا هعمل هنا تعالي بس زين والله. هتاكل الاثنين هتاكل ده العقاب ما ينفعش تقول لا. انت تقول العقاب بس اقول لك ماشي. هلا 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 لا هاكل ده صراحة طعمها حلو قوي. لا هو لازم تاكله كده. ايه ما ينفعش تاكله. لا يا حبيبي ده ايه القرف ده؟ ده بتاع اللي حرق اصلا. لا والله ده القرف ده. لا والله يا حبيبي لا والله ما ليا دعوة حبيبي. ده اللي بتاع الطعم اللي حرق فيه ماليش دعوة. والله لا تاكله. والله لا تاكله. انا حرقته. والله انا حرقته. ايه ده يعني حمد؟ انا قلت العقاب بتاعي ماليش دعوه والله يا ابني. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ بتاكله انت طيب؟ كله انت كده. ده مش قرف. اولا ده مش قرف. حلقه اخدت ده بس كله والله. لا كل هالك يا عم. ماشي. ولا كيف حبك؟ خلاص يا جماعة كده خلاص ده فيديو.
علمني اليوتيوب هو هنا سبسكرايب وببقى فاكر. تعالى تعالى كده تعالى كده تعالى كده اقعد هنا تعالى اقعد كمان تعالى كمان 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 عشان نقول ده احنا قلنا هنا وهنا سبسكرايب والفيديو بتاع القلم ارجع كمان الفيديو بتاع القلم هيبقى هنا بالظبط اعمل كده كده لا انا هنزله اه انا هنزله بالاخر كده داخل الفيديو هو هيبقى هنا انا هحط له هحط لكم سبسكرايب تمام كده وصلنا لنهاية الفيديو كده وصلنا لنهاية الفيديو يا رب يكون الفيديو عجبكم تعملوا لايك طيب احنا قلناها يا ابني ماشي يلا عايزين فيديو ده عايزين فيديو احنا كنا بنتغابى قوي بنقول 100 لايك بس كده بنقول 100 وكده عايزين نقل شويه مثلا المره دي نجيب 30 لايك 30 لايك يلا يا جماعه عايزين نوصل للوصف الجديد ده 30 لايك معلش يا جماعه والله برضه اللي انا الفيديو اللي هو بتاع حاجه الزلفيات اللي هو انا معلش كنتش واخد بالي بس اللي هو الفيديو كنت حاطط الاذان ما خدتش بالي اللي هو الاذان كان موجود الاغنيه خدت بالي فحاول يعني اشيل الفيديو واحطه تاني ان شاء الله بس برضه يعني ايه معلش وبعتذر لكم تاني برضه عشان الاذان ما كنتش واخد بالي والله اسال هساله سامع حتى بعدين صلى الله الفيديو يا رب يكون الفيديو عجبكم اتمنى تشوف تسجيل لكذا المقطع ده نتحمس نعمل فيديوهات اكتر تاني وان شاء الله نعمل تحدي البيتزا وتحدي البيتزا وتحدي ايه تاني؟ تحدي البرجر وتحدي تاني كتير يلا سلام السلام عليكم.